بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. وحين كسر احجرني شرح كتاب كيني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. درسي سجادات أي نسو قاني درسي أنه بإذن الله جل وعلا وحاوين رب العالمين الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. استعاذة أما شيطان كأول إسكن نارو إيو إن لنا الله تفو صلاة غفو إسوغ أو كتشرة سي وسواس إيو مركا صلاة أو شيطان أو كوسواس إيو إسوغ عليو. إنت أينان درسيين بلابين درسيين أينو أخريني ويجي هر ويجي كسي هرريي سؤال باكرتي ولا لها ولا الكميد ونويدية أو أحيد حديثين صومرنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر كمركة وتكذو إنه الله برق عدود كدن بيسين شريك ساب سنين. إن شيخ مؤلف كشيخ الألباني وحليه هي حاشية وحليه تعليق يرأه كساب سن حديثها وحليه هي ثبتت هاتان الركعتان في صحيح مسلم وغيره وهما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا رواه البخاري ومسلم. وحليه هي لبدر هكعضوت كدم بيا صلاة وترك وحاي كسقناتي حديث كسار وري صحيح مسلم ونبي صلى الله عليه وسلم إنه تكذي صلاة الوتر كما كنت تكذي كذب لبدر هكعضوت وكدم بيسيي. وحين كهر إمان إيسا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم إيها كرديغا صلاة دينا وقدم بيسا صلاة الليل كا ويتر كرديغا ترى إسلير كرديغا. حديث كاسنا حديث صحيحين كاكسو أروري وي علماتو مكالا بدا حديث سيدي لإسوا فاتشن لها أي كوكالا أراك تدوان هذين. شيخ حلي هي مركا وح يراجح نقضي مركا ان لبدي قول علماء ايغي مد ان استراحه علي كان حوق بدن ونرك وي ولب حديث وحديث كستا صحيح هي مدي وسندي قولي اهيد النبي صلى الله عليه وسلم امر بافك وحو كيري صلاه دين هبينك اتكنيسان صلاه الليل كا او دنبسي وتر فعل كي او سميهنا وحو نقضي ان او لب ركعادود كدنبسي مركا قولك إيه فعلك رسولك صلى الله عليه وسلم لبضوا بالسنة أي كمديهين ما دام اللبضي بأي ميشة كتيران وحاوي لشيخ وحاان وأركيا سيدة أقوان أكسن إنا يتهي إن إدي سمين إسانا أي سمين سؤوتان إن النبي صلى الله عليه وسلم كسقناتي قول كرينا وكسقناتي وحدي باتائهنا آني كتيرين آنو سوى نقول نمركا موضوعين إن شاء الله استعادة ذا قفكم من بداه ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنعانا أطفو وسوسة ذا أما شيطان كوينو كسر لحق الله الصلاة ذا مركا أي دعا أيو موضوعين كساب سيه. وقال له عثمان بن أبي العاص وحاو كيري صحابي قال إله ذو عثمان بن أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم أيو حكيري يا رسول الله رسولك إله يوم إن الشيطان شيطان أيا قد حال بيني وبين صلاتي أنيق إيا صلاة إذي شيطان بانك لنحق لي وقراءتي إيا أخرس كي قرآنك صلاة دي أن تكون يينا ويجا خلخلي أو صلاة وحن تكون يبا من جرم وعي قرآن كنا ويجا خلضي يلبسها علي إسقو إسككيد حجلينا يرجع عليه محان لافي محان كتري مركز الشيطان بس يوسف نون غني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوكيري ذاك شيطان يقال له خنزب كاسوا شيطان مجيء سنوح إلى ذا خنزب أما خنزب. فإذا أحسسته هديئة درينت شيطانك فتعوذ بالله منه إلى هيكم مجنقل وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واتفل على يسارك بذحدا ذنا أتف ثلاثا سدح جير. قال وحويلي فعلت ذلك أرنتي من سميي فأذهبه الله عني إلى هنا ويكحي. حديث كاسي وحوينا تسيا إن بدن أودتك كم إذا علدن يلي بأتدن ويهيستا إن سدح لي رقع عدود أما أفرتي رقع عدود رقع عدود وكو كرديو إساق أولي وحبات كتكتي أما أوح كرديمو أما بقران كي وآخرين يولد أورامات خلاطي شيطان كنوا وحيابا وكفا إيليستو وحيابا وكفا إيليست عبادة إن أخلخل كاقلي أو عبادة دي آن يكون توسنان أو خشوع دي آن يتشوغين شيطان وحيابا وكلادة قالمو بن آدم أي كم تهي خشوع دو مركا هديبا أي سلاسة كوغود عدو سيدا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيك أشياء وحد شيطان كتسكن ناريسا بدي حدادنا وادو تفايسا لكن قربت بدي حدادة وتفايسا وهدي جماعة مسجد آن تكتشرين هذا جماعة مسجد كتيرتين وبيد حدا قف كاحيقو ده واحد مودينا ده أنا تسمعي كرين لكن إن بيد حدا ترى هذين وعدو تفتيد أي سنة والنبي صلى الله عليه وسلم من فرعين الركوع وحين صوب مرنا مركا صلاة وين حدرني دعوين كي استفتاحين صوب مرنا قراءة القرآن ك سورة ذكلا ملقوط در كراء يوم حي علماء ذكر قبام بين صوب مرنا حد وحين قلينا مركا الركوع دي الركوع ركوع ذا وحا لغو آذا الله أكبر علماء ذو حي سويديا تكبيرات ككتشرة صلاة صلاة وحا كتشرة تكبيرات مركا لقره يبو تكبيرة الإحرام الله أكبر تلغو حدمو يه الله أكبر ذاك لي قفك أوكوك لبدل يو الركوع ذا سجود أوكوك لبدل يو حكم كودو محون قنية جمهورتو حي قبان صدح مذهب أياو حي سكوا فقسيهين إني السنة حي الله أكبر تا صلاة الوحدو يدو إني تير كم إذا تيررك صلاة أي تحي وينوصل صومرني هدي قفكو آنو الله أكبر تا أوران تكبيرة الإحرام هدي آنو أوران صلاة إن أنا أحد منا وينو إسلارقني سببتو أوحي لقسو قلي والبابكي يفره لقسو قلي أي صلاة أي الله أكبر تا أي تحي وحينو كلا صوت الماني خلط داتكو أي سميان وأحوفكو إساقو إمامكو الركوع سنمركو إمادو إنه الله أكبر هل مريده هذا أول الركوع إن أنا يسحاهين أولو قبهين يا الله بكر الله أكبر الله أكبر تيات كحرة نيسي إيه الله أكبر تيات الركوع ذا كآذيسي سيدة سحرة يواسدها حدا با تكبيرات كان سيبيهين تكبيرات كان قفكو هدوبة كتاقو وهل مر الله أكبر تي تكبيرة الإحرام ركوحلو وإسكر ركوعو سلاة دي سمحين غنيسا علماء جماهير توحي لهذين واسنة صلاة دون كتغيتان كآت كتكتيد كما بريسو وكما بابا آيسو سهوان إي عمدن أما أدقو إلو سن أغتك أما أولا كعب أغتكو كما تشبيس صلاة دون قولك وحا قبا شافعية دا مالكية دا إي حنفية دا أي قبا وحيود ليشدين نبي صلى الله عليه وسلم مركي أوبري صحابي سلادي سحمي حديث كيسي عانك هاي نصومرني وحوشيغي تكبيرة الإحرام الله أكبر صلاة الوحدة أي أشيغي تكبيرات ككالي نبي صلى الله عليه وسلم أموشيغي تاوحي كسوقاتين إن السنة هاي وآني أهين مركا فرض آني أهين حنا بلدو يغو حي قبان إني واجب تهي لمان الله أكبر تصلاة كسو أرورتي إني واجب تهي أي قبان لكن وحي لي ينغفك كتاقا صلاة كما تشبيسو كما هي بريسو أي ليهين ظاهرية قولة ليلة هذو ابن حزم ظاهري نك ليلة هذو إيو قليها سيوحي ليهين يغو هدي قفكو والله أكبر صلاة كم دهكتغو صلاة ديسو ويبريسا انتا وحن كسو كوبني أقواش علماء دو إيكل ليهين تكبيرات كأما الله أكبر صلاة كجرت الركوع ثم كان صلى الله عليه وسلم نبي وحوها إذا فرغ من القراءة مركو أخرس كقرآن كرميو استاقي أرميو سكت سكتة وحيرب آمسجري إن بدن أو إمام يذا كميدي أرنتا سكوما برارك سنة قفكو مركا أو قرآن كي أخريو أو سلادي أو تاقنا قرآن كي أو دميو نبي حوغا يربو آمسي چري إنتانو الله أكبر ركوع لأو أرر
xogaayar ayuu aamusi jiray uu ku kala soocayo akhriski quraanka iyo allahu akbar uu ku kala soocayo ha thumma rafa'a yadayhi dabadeedna nabi sallallahu alayhi wasallam gacmaha ayuu kor u qaadi jiray cala alwujuhil mutaqaddima wajiyadii iyo qaababkii hore inoogu soo maray fi takbiirati liftitaax allahu akbar ta salaada lagu furfurto sidii aynu nidhi marna nabigu sallallahu alayhi wasallam dacalka dhegta ayuu labada dhagood dacalkooda ayuu la simi jiray marna labada garab ayuu la simi jiray wa kabbara allahu akbarna wuu odhan jiray wa rakaca waanu rukuuci jiray waanu he rukuuci jiray ha rukuucda iyo sujuuda culimada in badan oo ka midii waxa ay ka soo saareen qur'aanka in ummadihii innaga inaga horreeyay ay u kala horreeyeen oo sujuudu horreysay innaga rukuucda inoo horreysa kadibna sujuuda la tagaa waxay halkaa ka soo qaateen qowlka rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa maryamu qunutii lirabbiki wasjudii warkacii maca arraakiciin maryam binti cimraan markii uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hadlayay waxa uu faray in ay markaa sujuudo kadibna ay rukuucdo oo loo kala horreysiiyey sujuudu ay soo horreysay halkaa markaa culimmadu halkaasay ka soo qaateen innaga laakiin shariicadeenna waxa inoo horreysa waxa weeye rukuucda weeye wa amara bihima nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray waxa weeye gacmaha oo kor loo qaado iyo allahu akbartan waxa uu faray almusii salaata ninkii xumeeyey salaadiisa faqaala lahu wuxuu ku yidhi innahaa laa tatimu salaatu axadikum ma dhammaystiranto salaada qof idinka midi xataa yusbiqa alwuduua ilaa uu weesada ku xeel dheeraado waxaa loola jeedaa weesada inuu ku xeel dheeraado xubnihii la maydhayay oo dhammaystiran oo weliba uu ka kordhiyey inuu markaa maydho kamaa amarahu allaahu sidii ilaahay uu u faray oo aayaddii qur'aanka ahayd uu rabbi subxaanahu wa tacaalaa uu inugu faray thumma yukabbir allaaha subxaanahu wa tacaalaa kadibna allaahu akbar uu yidhaahdo wayaxmadahu ilaahay uu mahadiyo wayumajidahu ilaahayna uu sharfo wayaqra'a dabadeedna uu akhriyo maa tayassara wixii u fududaada oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ah oo mima callamahu allaahu wixii ilaahay uu baray ah wa adina lahu fiihi una ogolaaday ama u qadaray in uu akhriya ah thumma yukabbir dabadeedna allahu akbar inuu yidhaahdo wayarkaca oo uu rukuuco ha wayadaca yadayhi labadiisa gacmoodna uu saaro calaa rukbatayhi labadiisa jilib labadiisa jilib uu markaa ku qabto xataa tatma'inna ilaa ay xasisho mafaasiluhu kala goysyadiisu wa tastarkhiya oo ay dabacdo nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka waxa uu ku tilmaamay qaabka loo rukuucayo markii uu soo sheegay istaaggii oo uu soo sheegay qur'aanka akhriskiisii dabadeedna rukuucda in allahu akbar lagu aadayo ayuu tilmaamay wuxuu kaloo tilmaamay labada gacmood meesha lagu qabanaya ay tahay jilbaha qofku dhabarkiisa iyo xubnihiisa markaa uu sugayo oo ay ku xasilayso xubin kasta goobteedii waxaa la diidan yahay marka aada rukuucdid ninkaana wixii markii horeba ka khaldanaa waxay ahayd rukuucda kumuu xasilaynaysaa intuu u yidhaahdo markiiba soo booday maxaa la doonayaa in lagu xasilo oo markaa rukuucdii uu si fiican qofku u rukuuco sifatu rukuuc qaabka ay rukuucdu tahay wa kaana sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu ahaa yadacu middiga kafayhi calaa calihiisa ama baabacooyinkiisa calaa rukbatayhi labadiisa jilib ayuu saarayey wa kaana ya'muruhum waxaanu farayey bidaalika arrintaa saxaabada ayuu farayey wa amara bihi wuxuu kaloo faray aydan nabigu sal ly slam sidoo kale almusiu salaata ninkii almusii salaata ninkii salaadiisa xumeeyey kamaa mara aanifan sidii mar dhaweyd ina soo martay wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam yumakkinu yadayhi mid makaniya mid ku xasiliya gacmihiisa min rukbatayhi labadiisa jilib
كأنه وحابد مودا قابض عليهما إن أو قبنيو إن أمرك عنتي أنتو كرافري ولا بدك تجلب كو قبنيو أي عبد مودا وكان يفرج وحكلوها النبي صلى الله عليه وسلم متكلا كحية أو كلفوجية بين أصابعه فريه سأيو كلفوجين شري يدو فرو سأسو قدو بينهن تشيلب ككمو غبان شرين فرها أو كلا كح كلا بحسن عمرك أو كلفوجية أيو تشيلب ككو غبان شري وي ثم مكث كدبنا وياهم وأمر به وحنا فري المسيء صلاته نكي سلادي سحمي فقال وحكيري إذا ركعت هدي أدركو عديد فضع وحدكتا راحتيك على عشادة على ركبتيك لبدا ذا تشيلبنك راحتيك إيو إن حاجة هران وحن كسو مرني كفيه كفك وحلي لهذا انت هوري إيقا عنتو أوردن أيا كفلي لهذا إن راحة نوح ليلة هذا أنت يري عد أنت عد ها مركا ساس يكوك لدويه وحول النبي صلى الله عليه وسلم كوك إذا ركعت هدي أدركو عديد فضع وحدك تا راحتيك لبدا هذا باب وحدك تا أما لبدا هذا على علود على ركبتيك لبدا هذا تشيلب ديك ثم دبدنا فرج كلكح بين أصابعك فرها قد حدود كلكح ثم امكث دبدنا كنغو حتى يأخذ إلى إلا أوقاته كل عضو حبين كستم أخذه بوسكيس وحلولة إذا حبين كستم بوسكيس إن قادته لفها دبرك أما رعيروين كدبرك إن متكستم بوسكي أي لحيد أي كحسيشو mid kasta ilaa qof marka uu sii rukuucayo iyo marka uu soo socdo xubnahaani way dhaqaaqayaan markaas rukuucda ku xasisid laakin xubin kasta booskeedii ayay tagaysaa weey wakaana wuxuu ahaa nabigu sallallahu alayhi wa sallam yujafi mid kala durkiya ama kala fogeeya wayunahi kala durkiya waa isku macna labada kalmadood mirfaqayhi labadiisa xusul ayuu wuxuu ka durkin jiray aan janbayhi dhinacyadiisa marka uu sujuudsan yahay oo uu gaar u tukanayo da imaambu inta badan ahaaye waxaa la arki jiray kilkilooyinkiisa ayaa la arki jiray oo labada gacmood uu kala fogeyn jiray weeye wakaana waxa uu ahaa nabigu sallallahu calayhi wasallam idaa rakaca marka uu rukuuco basata waxa uu fidin jiray dhahrahu dhabarkiisa wasawaahu waanu simi jiray dad badani marka ay rukuucayaan waxaad moodaa wax yar inuu istaagi kasoo yar leexday uun qaybina intay ku xadgudbaan baad moodaa madaxaba inuu foorarinayo qofku labada arrimood midna sax ma aha nabigu sallallahu calayhi wasallam saxaabadu waxay tilmaameen haddii koob biyo dhabarkiisa la saaro muu dhacay dhinacna muu dhacay sababtoo ah dhabarkiisu wuxuu u sinaa sidaas u sinaa ha madaxa isna la mid ah oo madaxa in la foorariyana maaha in kursaa loogu taagana ma aha waa in dhabark markaa uu siman yahay marka qofku uu rukucsan yahay waayahay xataa low suba waa kan xadiidkii xataa low suba haddii xitaa lagu shubo calayhilma biyo haddii dushiisa lagu shubo weel biyo ku jiraan lastaqara uu ku xasilayay oo ma daadanayn hadduu foorarana hoos buu u daadan lahaa hadduu madaxa kor u taagayna dib buu u daadan lahaa laakiin nabigu sallallahu calayhi wasallam dhabarkiisu wuu sinaa waxaa laga soo reebayaa qof wax dadka qaybtood baa laga yaabaa dhabarkoodu qaabku u samaysan yahay inaanayba xoog u foorarsan karin ha hadday cilladi jirto wax dhibaato ama laha laakiin qofku waa inuu ku dadaalaa qaabkii nabigu sallallahu calayhi wasallam u tukan jiray qaabka ugu munaasabsani waa qaabka waa in dhabarka la simo wey ها وقال للمسيء صلاته وحان النبي صلى الله عليه وسلم كل نكي صلاتي سحميه فإذا ركعت هدي أدركو عديد فاجعل راحتيك وحد يشاء لبداد بابع على ركبتيك لبداد تشلب وامدد وحد لرريسا ظهرك دبرك أغنى لرريوي ومكن كبوحسو لركوعك الركوع داد والركوع داد كحسلوي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم لا يصب رأسه مدآن مدح فورر أيوها ولا يقنع
من تاجي شرين ماذا حنا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بين ذلك سيدا مالو دحيسا أي النبي صلى الله عليه وسلم أتوكن شريوي وي وجوب الطمأنينة في الركوع هذا إنه سأشجني ركوع دي ركوع ده إن لو حصلنا إن لا تلماموي إن بدن أو كم ده أحاديث أم حديث كان كساب سن البسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم وحيابا وصحيو إن صلاة الوحى سلا كوكا إن أنا قفك صلاة دتشين وآد موددين إن دقيقة دكو سعودان أو دك 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 مركبة وحولا يسكو هيا أوكلا إن أنا نقول صلاة إنو كحسيلو حبين كستا أي ماشي دي تكتو دبدا يدا وقفك سيدا وكتو كدو أيو تلمامي وجوبو واجبني ماذا الطمأنينة إن لغو حسيلو في الركوع الركوع إن لغو حسيلو إن واجب تهي أي مركباب كان إنه كساب سنهي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إن بدن وحينو سونا قنيسا وكان 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 سببتو أه وحينو كورمينا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عملنا وحاو صحيح كن نقضى أما عمل صالح كن نقضى مركا لبشر دي لغيه لأو أه الإخلاص لله سبحانه وتعالى إلهي كلية إن عملك لو لتشيهدو إيا الله متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إن رسولك الله قضيان عبادة بعبادة تاسيكو نغوتا مركان النبي صلى الله عليه وسلم وحوها وكان يطمئن في ركوعه وحوها متكو حاسلا ركوع ليسا أيوها وأمر به المسيء صلاته ننكي سلادي سحميي وأوفري كما سلف أول الفصل السابق سيدين وصو مرتي فصل قيام قيبتي هوري وكان يقول وحان ورنشر النبي صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود لما استرى ركوع ذا إيا سجود فوالذي نفسي بيده إله نفتيد أي قعنتي سكوشرتان كدارتي إني لأراكم وحان إذن كأركا من بعد ظهري أي من وراء ظهري قذا شيء أيان إذن كأركا إذا ما ركعتم هديئة ركوع ذا وما سجدتم إيا هديئة سجودا ها أرنت سوحة كم إذا هيد أوده النبي إله سبحانه وتعالى أوسيي أو قار كيسا قواها إن إستقوا إماما أو حقا أو ركوتو كنية وصحابة للسعودي قابك أي أتو كنية إيا وحا أي خلديان أو أركي أوده قارة أي يهي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجل النبي وحا أركي صلى الله عليه وسلم نين أيو أركي لا يتم أن دم استرين ركوعه ركوع ديسا ركوعي مركو فورسد مركي وكسو بوديا وينقر سيدو كلنا كوينيا في سجوده سجوده سو مدح ينو دلك كو دفر اي سدا مركا شيمبيرو اي مدها او غورتان او كلي افكا اي دلك او غدفتان سدا سو كلا مدح دلك او غدفنايا ايو اركي وهو يصلي اسغو توكنيا فقال وحو يري النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كايغا لو مات هديو كدينتو هذا نينكاسي هديو كدينتو على هذه الحاله حالدان اسقو صلاه سدا وددجينيا هديو كدينتو مات و هو كدينتي على غير على غير مله محمد وحان اهين دينتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول انت نينكاسو مسلم و توكنيا لكن صلاتي بمحو سمينيا اد بو وددجينيا النبي صلى الله عليه وسلم و هو هدو سدا كدينتو دينتي نبي محمد وحان أهين بكرنت ينقر صلاته وحكوين يا سلاديس كما ينقر سدا أكوي الغراب الدم تكوه سدا ديق مركا أعبي وأكوي أمره وقل افتافك أي مركا سلادي أتكن ياوي مثل الذي وحكال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وحاول لم يديها يقف كأن ركوع لي سنة ما يسترين وينقر في سجوده سجودي سنة ماذا حمرك عبدوك كل فلوفان يون مثل الجائع سيدا قف قاتشي سن الذي يأكل التمرة والتمرتين قف كأسو عنيا حبت تمرة أما اللبة تمرود عنيا لا يغنيان عنه شيئا وحبك ما تريان قاتشك ما بينيان حبت تمرة أما اللبة حبو أو تمرة قاتشك ما بينيان وي مركا سلاة ديسي دي كما باهدي عبادة هانتي وما لما يستري سوي وما هي لما يستري سوي وقال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحاو كلويلي نهاني خليلي وحاو إيدي
خليلي صاحبكي صلى الله عليه وسلم نبي أيو شيء جاية أن أنقر في صلاتي إن صلاة إذا كوي أصدي أفقه كل فنا يان كديجو نقر ديكي سيد ديجو مركع مدها أقرتو أو أفقه كل فتلوكا وأن ألتفت إيا إن بالضي موضو التفات الثعلبي سيدا دعوذو أي مركا بالها وضيموتو مربدين عو إيكتو صلاة أنو كتيرينا سيدا سمينا ويدي دي وأن أقعي إيا إن أفريستو كإقعاء القردي سيدا دانيرك أفريستو دانيرك دبادو لكتا شلبها نووتاها مكا سيدا سوكال إن أفريستنا ولا إيدي دي وي وكان يقول حكالو عرنشري نبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس دتك وحاء وجح سرقة حق حتى يدا الذي يسرق في من صلاته قفك سلادي سحضيا ها سلادي أتكني أي حضيا ومرك آنو لما يسترين سلا يهيدنا أنو تكني وي ها قالوا حيكوا إذا يا رسول الله رسول كي لها يو وكيف يسرق من صلاته قفك سيبو سلادي سوحوك حضيا قال وحيدي نبي صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها وسجودها مدى ما يستريو ركوع ذي إيا سجود ذي مدى ما يستريو وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يصلي مت كذا فلما حد وذيذ نوحو أركي أما إيش كرفتي بمؤخرة عينه إيش سحق دنبوح كأركي إلى رجل نين أيو كأركي لا يقيم صلبه دبر كيس أنتو سنين في الركوع والسجود ركوع لي سجودي دبر كيس أنتو توصنين فلما انصرف مركي صلاة كبحي قال وحوي للنبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المسلمين كلن كمسلمين تو إنه لا صلاة صلاة أمتشرتو لمن لا يقيم صلبه قفك أن دبر كيس التوسن في الركوع والسجود ركوع ذي سجود وفي حديث آخر حديث كلا النبي صلى الله عليه وسلم حكيري لا تجزئ كما قديس صلاة الرجل ننك صلاة ديسو حتى يقيم ظهره إلا أدبر كيس كتوسيو في الركوع والسجود ركوع ذي سجود انت سبب حي كتوسينيان إن قاب كاللوتو كان يا ونغذو قاب كي النبي صلى الله عليه وسلم ووتو كنشري وحكست أقاب كدوانا صلاة دادا أنسحيدي إيا صلاة دادو إني صلاة الأقبال النقطو إني مركع عقبتك النقونا يسو ها أذكار الركوع أذكار هذا محل آخرنا يا الركوع ذا مركز للركوع محل آخرنا يا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدير هذا في هذا الركن تير كان الركوع ذا أنواع النوعية من الأذكار والأدعية أذكار يدعوينا تارة بهذا وتارة بهذا مرة دعاء وأخرنا يا مرة دعاء أي أخرنا يا محاكم إلى دعوينك كو سبحان ربي العظيم إن وجده سبحان ربي العظيم ثلاث مرات صدح شير إن الركوع لكل وجده سبحان ربي العظيم وكان أحيانا مرمرنا وحوها يكررها من كعل عليا أكثر من ذلك إن انت كبدا هذه إمامك أتكدب تكنيس وصدح شير مكي آتي وليسي الركوع سيهي ما أموسى سيدي وحاتسي وليسا سبحان ربي العظيم يذكره أياد مركاسي وليساوي وبالغ مرة مرنا وحاو كحيل دير هذا النبي صلى الله عليه وسلم في تكرارها كعل علين تأو سبحان ربي العظيم كعل علين أيو في صلاة الليل صلاة الليل سقوت كان حتى كان ركوعه إلا كان قضي أما وكأها ركوع ديسو قريبا من قيامه مد أدو مركا استاقيس أدو وكان يقرأ وحانو أخر وحانو أها مد أخرين أيا فيه صلاة دائيو استاقى وحكو أخرين أيا ثلاثة سورة من الطوال سدح سورة دود أو سورة هذا دير كمدة البقرة نساء يا العمران بكتو كذي مرك واحد صورة الركوع انت البقرة هي آل عمران هي النساء الأخرين يور للركوع سنان يور دارك إلى هذا يبل صورة يتخللها وحد حجلا يي مرك انت أوتاجنا القرآن كأخرين يي وحد حجلين يي دعاء دعاء هذه ما لله الغبر يي آية الله الغبر يي وصمره إلهي الغبر يي
واستغفار دم بدا فويدي سشو هذه آيات مركا إله سبحانه وتعالى واستغفار تكاضي استغفار بإله ويدي سني كما صدق سيدي هرين وقصة مرتي في صلاة الليل مركا كاديني صلاة الليل دعاء الله بعد وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم وحوية سبحان ربي العظيم وبحمده إنو يلاهدو وبحمده إنو قدرو وحانا كحوك بذن أدلة حديث الشيخية سبحان ربي العظيم أو آن لهين وبحمده إضافة آن لهين حوك بذن تن سبحان ربي العظيم كلية أي حوك بذن الذكر قصد حادي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له وحكم دها سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح ها سبوح وهفنان قدوس ظاهرنان رب الملائكة ربك ملائكة ربك أؤه والروح هي ملك جبريل ها تاني ورنجري أي النبي صلى الله عليه وسلم كسوغن ذكرك أفراد وخرجري وحوي بخاري مسلم سيدة كسوغن سبحانك اللهم إنو إلهدو إله يو حمان ذاك هفن الله يو وبحمدك إله يو أذيك أيام هاتسن اللهم اغفر لي إله يو إيدن بداف تانو أورنشري وكان يكثر منه تانو حكوب دينشري في ركوعه ركوع ديسة وسجوده إيا سجود ديسة يتأول القرآن إساق أمرك قرآنك أولنا يا أما قرآنك كسر ديهانيا إله سبحانه وتعالى سورة الفتح إذا جاء وحكوت المامي فسبح بحمد ربك واستغفره إله سبحانه وتعالى فري إنه إله سبحانه وتعالى حمان ودنكه فو مهديو إلهي ندن بداف ويديستو إنتا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوع لك سمينشر إنتا أي ركوع لك سمينشر إنه سبحانك اللهم إله وبحمدك ها اللهم اغفر لي ساسوك بذنشري مركا ذكرك الشناد وحوية إنه النبي صلى الله عليه وسلم ركوع لك ورنشري اللهم لك ركعت إلهي وهديك أيان كور ركوعي وبك آمنت إلهي وأديك أيان كور رميي ولك أسلمت إلهي وأديك أيان السكاديبي أنت ربي إلهي وأديك أيان ربي قيئة خشع لك سمعي وبصري وحاكو خشوعي أوكوه قان سمي مقل كيغا إيا أرى كيغا ومخي وعظمي مسكح ذيدا إيا لفهيغا وفي رواية رواية كلنا وحيد وعظامي لفهيغا أوردن وعظمينا ولفت أيضا وعصبي إيا درين كيغا وما استقلت به إيا واحد دلفولا قدمي لقتي دو أهجركي أردن وحو إنتا سبا أسريبي لله رب العالمين إلهي الله رب العالمين تأهو عالمين تأهو ربك وأوي ذكرك اللي حاد وحوي يقف كينو إلى هذا اللهم لك ركعت إلهي وأذيك أيان كور ركوعي وبك آمنت إلهي وأذيك أيان كور رميي ولك أسلمت إلهي وأذيك أيان سكاديبي وعليك توكلت دش هذا أيان تلسارتي أنت ربي إلهي وذا ربي إياه خشع سمعي وحا سرد لغي أخشوعي مقل كيغا وبصري أرقيغا ودمي ديقيغا ولحمي هلب كيغا وعظمي لفتيدا وعصبي درين كيغا انتو بمحي سديبين لله إلهي رب العالمين الله عالمين تربي قوه ذكرك تدو بعد حوية إنو النبي صلى الله عليه وسلم ورنشري سبحان حمان وحاكه فن ذي الجبروت الله مقونين تأي الدرقين تأو صاحبك خصبا عدكستو سنتاكتا والملكوت الله بقرتو يدا صاحب أو دوندن أوردن إساقو كبقرك والكبرياء الله إسلوين دا إساقو مدن أو أقلم عدكالو إسلوين سمين كرتا مجرتو إلهي أم بيمركا إسلوين دا أسوغنتاي والعظمة الله وينان تأو سوغنتاي ومركا عدك وين آني جرين وهذا تاسنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حكيري في صلاة الليل صلاة هبين كي أوتو كاني أي ذكر كانكو أخريي وي انتا سيبا وحيكم دهايين أذكارت النبي صلى الله عليه وسلم أوكو أخرين جري مركو الركوع سيحي إطالة الركوع ركوع لأو مركا لديريو
وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحاوها يجعل مديالا ركوعه ركوع ديسا وقيامه يستاقيسا بعد الركوع ركوع ذكديب إيه وسجوده سجود سبا وجلسته إيه فرقا بين السجدتين لبدا سجودات أدحايا انت بوحو كرده يجري قريبا كو أدو من السواء اسكمت ها حديث كاسمحوت الماما يا نبي صلى الله عليه وسلم مركا أو ركوع ويليري استاقا كدن بي الركوع دنا وديرا سجودنا ويديرا فرقا ودحايا لبدا سجودنا وديرا انت بمحال آخرين اي اذكار فرابدا بمحال آخرين اي انك واحد مودائن لين يلي شاي كستا مينيمم كا وحا اغير اي لغا ارنكرو انكو اكار سدح بالايلي سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا مركي وقفك سوبودي ها نبي صلى الله عليه وسلم مختيرا سوكله وبكفى إذا سنشري وسجود وحكم تهي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد قفك إلهي وقل له يهي مركه سجود سيهي باهيها إلهي سبحانه وتعالى لقل لي يهي أوردن مركه لو يدي استوي دنهينا أوردن إلهي وحي مركه نوبان ديغاني نوي ساسو نبي صلى الله عليه وسلم سمينشري مركه أبو حكت الماما يا إنو نبي صلى الله عليه وسلم سأسو دودو وينشري أو متكستا أي مركه حقا ديرركا أي اسكو دودو وين حاشية دا شيخ وحاوت الماما يا ذكري أين صومرنا يا ديرا ما لا كل من يا أودمان تيم وحلو أخنا يا قفكو سقر ركوع سن مسهل كم الأهل كفلا وقفكو كأكانيا وحلي علماء ويكوك الأركت دوينهن إمام من القيم كتاب كذا زاد كم زاد المعاني إمام النووينا في الأذكار وحيكوت المامين إن أي ونكسن تهي إن لا كل ميو أذكار تاني بسلا سلام كسبناتي ها إن لكل ميو أو لغوة أخرية هل ركوع أي وانا أكسن بإليهن لكن وحاو شيخ رجحي إن أي ذكرية هل كميد أهي أي كفل أنتهي هل كميد أهي أي كفل أنتهي قفك إنو أخرية ذكرية ميد كميد إنو أخرية أي كفل أنتهي هذا دور أخريانا آني وحد باتالا هينو أي وانا أكسن تهي وايه النهي عن قراءة القرآن في الركوع نهي كسا أروري إن قرآن لغو أخري الركوع استاقي أما مركي وقفك التاقنا وآخرين هي قرآن مركو الركوعي ذكر بالاين وصو الشيء قرآن ما الآخرين كرا نهي كسا أروري أيو شيخ تلمامي وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مديد أرهابا عن قراءة القرآن إن قرآن كالغو أخري في الركوع والسجود ركوع ذا إيه سجود وكان يقول وحان أورنشري ألا وإني نهيت وحال إغرهب أيها النبي صلى الله عليه وسلم يلي أن أقرأ القرآن إن أن قرآن كو أخري راكعا أنك أوركوع سن أو ساجدا أما أنك أوسجود سن لبدا روح عليه ديدي إن القرآن كأخريه فأما الركوع دميا فعظموا وينية فيه الرب ركوع ذا وحدكو وينيسان إلهي سبحانه وتعالى وينية وسبحان ربي العظيم اللي هي وينا آيات الماميسا وأما السجود دميا فاجتهدوا وحدكو دداشان في الدعاء دعاء ذاكو ددالا فقمنون ودوا اما وحل فيليا ان يستجاب لكم ان لينك اجيب مركا سجود ان لو دعيست دعوينكدو ميلها دعوينك لو اقبالو اي سجود كم تهي وي ها الاعتدال من الركوع ركوع دا او مركا قفكو او اعتدال كسميهو او دخدحات كسميهو علمادو اعتدالك ركوع دا إن مكا لغو حسلو أو لغو تشوغو لغو إكادو جمهور توحي قبان إن ايتهاي تير كميدة تير كسلاة هدي آن قفك الركوع دا كو حسلين إن أي مكا سلاة دي چبايسو أي قبان وحاكو خلافي حنفية دا وحي إلهدين إلهي سبحانه وتعالى
صلاة أو تلمام الركوع ذا إيه سجود ما جع وحي كيني كرا هذا إني المسايدة هذا سلام مركي بكسر النقطة ما جع الركوع ذا وكثيرة مركا وركوع ذا وكثيرته أنت بدن واحد مودة إن لجو حق بدن يهوي أو أدلة ذا إيه نصوص تا كشقيسين تي هذا ماذا هم تكلايك لجو حق بدن يهين حق عبادات وايه الاعتدال من الركوع كان شهل اكادو ركوع دا وما يقول فيه خلا لا سو اكادو وركوع دا ما لا سو كوكو كديب الاعتدال من الركوع لا سو اكادو ركوع دا وما يقول فيه يوح لودنيو ثم وحو ثم دبدنا كان وحو صلى الله عليه وسلم يرفع من سو قادا صلبه ها دبر كيسة من الركوع الركوع ذا يكسو كرقة سوق هذه شري قائلا يسقوا له سمع الله لمن حمده يسقوا له سمع الله إلهي ومغلي لمن حمده وفكيم هذه وأمر بذلك أرنتان وفري المسيء صلاته لنك سلادي سحمي فقال له حوكيري لا تتم صلاة صلاة أمر ما يسترنا لأحد من الناس قفتتك كمدة حتى يكبر إلى والله أكبر إله ثم يركع كدمنا الركوع ثم يقول دبدنا إله سمع الله إلهي ومغلي أما إلهي همغلو لمن حمده عدم هذسا حتى يستوي إلا أوسنم قائما إسقوه تاغا إسقوه تاغا وحضر كيسا انت بدن دتك ريميغا بناد قو أركي وحاد مودا غفكي وركوع لك مردي سكو سأسي حيثان مركيب السجودي ودعيا سيدا سحت أنا وين انتو استاغو حبين والبا أي ميشي دي كن نقطوي ها حبين والبا أي ميشي دي كن نقطو وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه مركو مدح كرق سوقاضو استوى وسن مشري حتى يعود إلى كل نقض كل في قار مكانه ها رعر كستا أو رعره دبركا إلا يكون نقط بوسكيري ثم كان وحوها يقول مدي هذا وهو قائم استقعو تاغا ربنا ولك الحمد ربك يو أذيك أيي مهات أورد من كوسوغن تهي ساسورن جيرو ربنا ربك يو ولك الحمد أذيك أيي مهات أوردامي كوسوغن تهي وأمر بذلك وحان فرعي أرنتا كل مصلين قف كستو تكنيا مؤتما أو غيره أما قف مركا عد كد بحران هنقضو أما قفان عد كد بحران هنقضي فقال وحان يري نبي صلى الله عليه وسلم صلوا أتو كذا كما رأيتموني سيدي أدركتين وصلي أني أتو كنيا وكان يقول وحاور أنشري نبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إمامك وحالو يالي أولو ديغي ليؤتم به إن لغو ديدو وإذا قال هديئو يلاهدو سمع الله لمن حمده إلهي بام مقلي أما إلهي هم مقلو عدي مهديسة فقولوا وحتي لاهدان اللهم إلهي ربنا ولك الحمد أذيك أيام هاد أردن أي كوسو قنتاي ربك يو ها سائل لإلهدو أيو فريوي يسمع الله لكم أما يسمع الله لكم يسمع الله لكم إلهي وإذن كم قليا فإن الله تبارك وتعالى إلهي قال وحكير على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نبي جيسى سمع الله لمن حمده إلهي ومغلي عدي مركام حديثة وعلل الأمر أرنتنا وحكير الذي أما وكشيغي بذلك أرنت في حديث آخر حديث كله بقوله إن ويري فإنه شأني وأما حالد وحوي من وافق غفك أي لكولانتو قوله هذا الكيسي قول الملائكة ملائكة هذا الكودي غفر الله إلهي ودافا ما تقدم من ذنبه وحي ذنبه سهر مري
سمع الله لمن حمده يا ربنا لك الحمد مركا تلاهدين ملائكتنا ويكو جوابيسا وينا ويكاكو ورنيسا انت اي ملائكت تلاهدين اتلاهدين مركا إلهي سبحانه وتعالى ذنبك اقي وأولاف أي حديثك تلمامي وكان يرفع وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يذكر قادة يديه لبدي سقع مود عند هذا الاعتدال اعتدال كركوع ذكر دمية مركو يا سمع الله لمن حمده لبدي سقع مود بوكر مركا أقاذي شريوي على الوجوه المتقدمة قابك يهرئي نوغس ومري في تكبيرة الإحرام الله أكبر الوحرن إلا بذي قاب إلا بذي دقود إلا لسيما إلا بذي قرب إلا لسيما هيد أي النبي صلى الله عليه وسلم سمين شريوي وكان يقول وحا وها مديرا ويقول وحا ورن وهو قائم إساقو تاغا كما مر آني فانسيدا مر ويدنا سومرتي ربنا ولك الحمد ربك يو أذيك أي ما هذه كوسو انتهي انت انا كلا دوانا شان قلين سمع الله لمن حمد ما امامك كليا لوغا باهن يهين ويداد مسا قفك امامك كدبت كنيانا سمع الله لمن حمدنا وورنيا ربنا لك الحمدنا وورنيا شيخ حق حاشيه ذا صفحه بقولي شني صدونات وحليه هذا الحديث لا يدل على ان المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده حديث كان هنا ما تسينا يا أيولي هي قفك كدبة كان يا إمام إن أنا إسنا أورانا سمع الله لمن حمده إن ما تسينا إن ربنا لك الحمد وكأكان يو حديثك ما تسينا يا أيولي هي سيدو كلا إمام كنا سمع الله لمن حمده أويري إنو كأكان يو ربنا لك الحمد أنا أورانا إن ما تسينا يا أيولي هي إنما هي تسينا يا أيو اللي هي نبي صلى الله عليه وسلم لبذبه وورنجري لبذبه وورنجري ها تحميد إيه ربنا لك الحمد نبي وورنجري إساقو إمام وحين سوز قليسا قولك قود إيه نبي صلى الله عليه وسلم ويلي أتو كذا سيدي آد أركتين أنا قو أتو كان يبل علماء غيب تدوحي بالليه واسنة إن سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أذيق أو إمام كدبة كان يأتي لهذه والسنة دتك أكيد جرودين أو بريان أدم ودين لقتهاي أو عن دتك أنا وذعرمي وأيه مركا ذكرك أورنجر سمع الله لمن حمده يدو الصيغة ذاك لي كسو أرورتي ربنا لك الحمد لكن قاب كأوسو أرورتي ربنا ولك الحمد مربي كسو أرورتي إلا إلى هذو مرنا إلا إلى هذو ربنا لك الحمد يدو ووغا لغتشري أي سو أرورتي مرنا يدو أو لغدري اللهم ربنا لك الحمد اللهم يدو لغدري أي سو أرورتي مرد اللهم كدرتين ولك الحمد مورن كرتين اللهم هذا كدرتيد ربنا لك الحمد بين قنيسا هديئات ربنا ولك الحمد تلاهدنا وسحوي مركا إمامك يقفك منفردك يقفك مأمومك أهيبا ويأورنا يانوي شافعي يدو لكن حيقبان إن إمامك أنا سنة التحي منفردك يا مأمومك نسيدو أكالي أي إليهن علماء ذكرنا وحي إليهن إمامك إي منفردك أي أطح قفتك قاردتك أنا إي إمامك كلي إمامك إنت الدنبال وصمين أيا وأيه وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك مدفر صحابة فيقول وحورا جري إذا قال الإمام هدو إمامك إلهه سمع الله لمن حمده إلهي ومغلي قف كيم هذه فقولوا واحد الاذان اللهم الهي وربنا ربك يو لك الحمد هذه ايام حد اوردم يكون سغنته فانه شانه وحوي من وافق قفك اي لكلنت قوله هذا الكيس لكلمه قول الملائكه هذا الملائكه غفر له ولو دافا ما تقدم من ذنبه ذنبك سوحي هور مري قرين وتلمان هذه لا يغفر له ما تقدم من ذنبه ذنوب الصغائر تعب كدعدا ذنوب الكبائر تعب لو با ان قفكو توبه نصوح انه ليماد واي وكان تارة مرمر وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يزيد مدك كردية على ذلك ككردية انت اما ام انو يلاهدو ملء السماوات إن بوحس أما لأك سموينك وملء الأرض وحبوحي سموينك يعني ما هذين بوحس سموينك
إيا مهدين بوحيسا قرالك وملء ما شئت إيا مهدين بوحيسا وحي آدونتيد من شيء أو شيء بعد كذب إلهي سبحانه وتعالى وحد مهدين إيسا وحسن موينك أردن بوحين كرا أما دولالك أردن بوحين كرا أما وحي كرو إلهي دوانا ببوحين كرا إنتا ساد مهدين إيسا وي وإما أما إنو يرادو ملء السماوات سموينك إنبوحيسا يعني إلهي وكو مهدين إيا وملء الأرض للك إنبوحيا وما بينهما وحا أردحيا وملء ما شئت من شيء بعد iyo wixii aad doontid oo kale ilaahay wax buuxiya wa taaratan marmarna wuxuu aha yudiifu ila dalika arinta wuxuu ku kordhin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam qowlahu inuu yiraahdo ahla thanaa'i ilaahay wa adiga ayaa ehel u ah athana aman oodan ilaahay wa adiga ehel u ah wal majd sharaf oodan ilaahay wa adiga ayaa ehel u ah la maani'a عديدي كرتا أما علين كرتا ما تشرتو لما أعطيت وحيات عد سيسين إلهي وديق هذا عد إسهر تاقي كرتا وعلين كرتا إلهي وما تشرتو ولا معطية إلهي وحب حنكرا ما تشران لما منعت وحيات ديدي wax aadan adigu ogolaan in la bixiyo cid bixin karta ma jirto wala yanfa'u waxna ma taro dhal jaddi qofka sharafta iyo qiimaha iyo saldanada iyo madaxtinimada u saaxiib ah minka adiga kama taro aljad sharaftiisu qofkani waxbaan ahaan jiray agtaada ilaahay waxba kama tarto waxba kama tarto sharaftaada ka weyn qiimahaaga ayaana ilaahay ka weyn ha ساسو تلماما يا مركا وايه وتارة مرمرنا تكون الإضافة وحاول النبي صلى الله عليه وسلم كدري تشري ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد انت وين سوشرقني وانت هاري وحاول كدري تشري أحق ما قال العبد ووحا وحق بذن أما أغم ذن وحا الدون يراهدو وكلنا لمان تينا لك عبد أدقى يانو أدوام كون نهي اللهم إلهي يوم لا مانع وحدي ذكرا متشرو لما أعطيت وحيات سيسد ولا معطي وحسين كرا متشرو لما منعت وحيات ديد ولا ينفع إلهي يوم وحمترو ذا الجد مت شرف شاكتا منك أدقى كامترو الجد شرفتيسو waxba kama tarto weeyo oo ilaahay walaa waxba ka sharaf badan adoomuhuna way ku simayeen wa taaratan yaqul marmarna nabi sallallahu alayhi wasallam waxa amid ilaahda fi salati layli salada habeenki la tukado li rabbil hamdu rabbigay ayay mahadi usugnaatay li rabbil hamdu rabbigay ayay mahadi usugnaatay taasi ku celcelin jiray yukarriru dhalika wa ku celcelin jiray hatta kana qiyamuhu إلا استاجي سوء نغضو نحو مد كدودو من ركوعه ركوع عيسى الذي كان كاسوها قريبا مد أدو من قيامه الأول استاجي سهرا وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيه استاجا مدك أخري سورة البقرة سورة البقرة كأخري ها وحكروا النبي صلى الله عليه وسلم كسوء أن نورن شري ربنا ولك الحمد ربك يو عظيم عظيك وسقناتي حمدا مهد كثيرا بذا طيبا وناكسا مباركا فيه خير كيسنا لبديي مباركا عليه خير كيسنا دشي سلقو بديي ما دحدي سلقو بديي مباركا فيهنا خير كقذيه سلبديي مباركا عليه خير كدشي سلبديي كما يحب سد إلى حي وشعليه ربنا ربك يو ويرضاون رهلك يهي قاله رجل انت وحيرن كان يصلي كدبت كنيي أما كنت كنيي وراءه النبي صلى الله عليه وسلم كذا كنت كنيي بعدما رفع مركي وكسر كعي كذب صلى الله عليه وسلم نبيه رأسه مركي وكرق سوق هذا مدحي سي من الركعة ركعتي مركي وسوق كعي أي نكني وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فلما انصرفه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تكنيي ركوع لمركو كسوق كعي سمع الله لمن حمدان يلي أيو ننكني عد ومغلي النبي صلى الله عليه وسلم حكو يلي انت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى انت سويلي دبدلنا نبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو رسولك كبحي صلاة قال وحو يلي
من المتكلم آنفا ننكي هدلي مركي دويت كابوها. فقال رجل نبا وحي مركا أنا يا رسول الله أنا قوها رسولك إله يو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي لقد رأيت وحن أركي بضعة وثلاثين ملكا دور إيا صد ملك بان أركي أو يبتدرونها أسوك لبرتمية أيهم يكتبها أولا كان مركهر القرية ذكرها أدخل ذي وحن أركي دور إيا صد ملك أو أسوك لبرتمية ما هي كنت سنسا قيمها ذكرها أولي هي إن ملائكة إلهي أكسوك لأراده وحي كنت سنسا قيمها ذكرها أولي هي أي كنت سنسا وي وايه إطالة هذا القيام ووجوب الإطمئنان به إن شاء الله إساقعين وهدي الله إذنه أين كسوكو بدون إطالة ديرين تلا ديريو هذا الإطمئنان هذا القيام إستاقع ودحي ركوع ذي سجود ووجوب الإطمئنان فيه إني واجب تاين لغو حاسلو ها جمهورتو وحايت الماميان اعتدال كاس إن أي يعني ويهي ركن ويهي أحنافتنا اعتدال كعاني وحقيمة واركن سيدين هراء وسوة الماني ها سيدين هراء وسوة الماني أحنافتهم بعد ديدن أوله هدي قفكو مرأو صوكعو مركي بينو اسكرو اسجودو وحد بات عملها. وكان صلى الله عليه وسلم نبقوح وآها يجعل مديالا قيامه استاقيسا هذا كان أهو استاقي ركوع ذا كدن بيهيه قريبا مدهده من ركوعه ركوع عيسى كما تقدم سيد وخرين وزن مرتين. بل كان يقوم وحبو أهامد استاغ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم واختي ذا قيبتون حتى يقول القائل إلا أوقف يداهدو قد نسي واب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يسجوده مركو ركوع ذي كسو كعي تاغنذ أو تاغن يهي ديران تيدا تتك قيبتون سورين تيري أمو إلا ويبين سجوده من طول ما يقوم دارك ودير يحي استاغي سدرتي. وكان يأمر وحان فريجري بالإطمئنان إن لو حصل فيه استاغا فقال للمسيء صلاته نينكي صلاة دي سحمي وحاو كويري ثم ارفع راسك ماذا حاغا كروغا سوقات حتى تعتدل قائما إلا آتكو حسيشين استاغا ها فيأخذ دوذات نؤقاته كل عظم حبين كستما أخذه بوسكيسي. وفي رواية روايتك الحديث كأوحيهين وإذا رفعت مركات مدحك رسو قاد فأقم صلبك لبركاك توسي وارفع رأسك مدحاقنا كرسو قاد حتى ترجع إلا أي كنقته العظام لفه إلى مفاصلها بوسسكي أي كتيرين أما كلاقو يسيدو دي الله يكون نقدان. وذكر له وحانو الشيغي يحلو لكي ذا نكي صلاة سحميي أنه لا تتم صلاة إن عني صلاة قدام يسترنين لأحد من الناس قفضتك كمدة إذا لم يفعل ذلك عدان ساسمين. وكان يقول حكرا لبو صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى هيمهيغو إلى صلاة عبد أدون صلاة ميهيغو لا يقيم صلبه أن دبر كيسة توسين بين ركوعها وسجودها ركوع ديدا إيا سجود ديدا انتنا هل كان في قدبين مالك الركوع دا لغا سوكل موحا صحة إن لبدا قعمود لغو عليو سيدي أي أحايين أو لابتا لسارو ميسا وحا صحة إن لسيد دايو لبدا بوادا ركتين دات سميني أنا مالينيه علمدو ويسكو كوكا الأركت دوانيهين gacmaha in laabta la saaro qaybtood waxay ku tageen in laabta la saaro oo la qabto in ay caam ku tahay istaag kasta oo salaada ku jira salaada ila qumta ila salaa in labada gacmood halkan la saaro ayaa hore leeyno soo faray waxay leeyihiin istaag kasta oo salaada kamid ah arintaas way ku dhacaysa marka rukuucda kasoo kacdidna iyana waa istaag سيد أوري إمام النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وكورين أيوه وحولي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى وحأوي للنبي صلى الله عليه وسلم وحاناركي مركأو صلاة أتاقيهي قعنتي سمدك
أيو جعنتي سبديح دول ساري شري استاجا صحابي قتل مامي استاجا صلاة أردم بكد عيا بيلهن أما ها هات الركوع ذا كهر أما الركوع ذا كذب ها هاتو أي لهن وحين تلمامين إن جعمها لسيدا أيو إن يكراه كشرتو إن مكروه تهي سببته أه إن دليل كسرنا ذي إن جعمها لسيدا أيو مجر أيو أي ليه إمام الألباني أو شيخ الكتاب كان ألف فيه علماء معاصرين تاريخ حديث ك آد قل رأينا السجو وحب جارسين يا إني بدعتها إن جعمها لاب تلا سارو ركوع ذك ديب ركوع ذك ديب إن جعمها لاب تلا سارو بل هذا الكيسن أين حوجا يرث المامينا هذا الكيسة أين يرث المامينا وحلي هي إن كحاسيل دلو حاسيلو استاجا ولا له غير حجاز أو سعودي ولا شيء ذو أيها وحاي كسو سارين إن أي مشروع تهي إن لبضي قعمود سيدي مكيو هاري سلاة اللي قلتو كان يي ليسو سارو وحولي هي ساقو حديث تلماما يا أم حديث المسيق وسلاة مركا روايات كي سلاك الميو وحولي ويكفك تهي أرين تاسي ويكفك تهي أرين النبي صلى الله عليه وسلم وشاقي ماها أيو ليه وحونا ليه كمشاكي سني قفك الركوع ذا كذب لبدا قعمود إسا سارا إني بدعو ضلالة تهي إني بدعو أمرك بعض النماء تهي وأن دليل كسو أرورين كمشاكي سني أيو ليه شيخون هلكا أيو لمري لكن سيدا صحيحة وحوية لبدا بين لسمين كرا لبدا ما دليل كسو أروري إنو قعمو قف سيدا ينا واحد بات أملها حبين كستا بوس كيدي يكون نقطي حبين كستا بوس كيدي يكون نقطي علماء غير تدوحيو فهمين بوس كيدي صلاة انتان الركوعين كهر بوس كيدي حق أبوها تسيدان أبوها سيدان أبوها تاقنا إن حبين كستا بوس كيدي يكون نقطي بعد الركوعنا علماء غير تدوحيو سيدان أبوها فهمين حديث كي تلمامي استاق النبو صلى الله عليه وسلم مركو تاقين هاي أوردن لابد أقع موتساسو يسو ساري تشري وإليهم استاق أوردن بيكود على وايو حديث موتشين هيا سلاة مركا أوكسوك عالركوع دا مو ساري تشرين قعمها مجر ها مو ساري تشرين حديث تلمامي مجروي إن شاء الله إنا حاسين وكسو قبقبيننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحي سؤالة إن شاء الله موضوعنا يدرسينا خسابسا شيخ سجودا قاسدة حد المعنى أقفك إنه كويق وقطع صح حد التدك آدب هو بدن لاي وريو المساجد وددك كان يرى عليه مسلمين آدب هو بدن لاي بحال وصعين أقفكي آدك وأردتي سوى سياسة سيدي ذبا قفك النبي صلى الله عليه وسلم حديثك وحسوه اسقل يا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه منكرك مراتبته لبدل إياك متح قفك صلاة بك خلدا وحك خلدا إن لو صحبين أودنا إن أشيقنا ونراهنا صلاة أعددت شنيسي سجود آد مدح مركي بلوك كل فنيسي وكسو قاديسي صلاة آد أوردن بي وحكم الشيران كسو قاديسا مركا إن النصيحين أو صدا وحوك الشيقنا باقو مناسب سن أقو مناسب سن دادك إن بضان أو كم إذن ويكو جرتا صلاة آد دق دق آهو آد مدح ينقفكو لولك أرسين وكالسو بوضا يمركي با آد انتاس أرنسحا ماها أرنسحا ماها مركا نصيحين إنو سمينو أم بينو كسيح كرنا أرمع نوعا سوكلا بيهيكم مكتلا الشيخ إذا نتسنا صلاة دي بينكو بحجرنا حد إيجي روحان بأرك إساء بل إرادة أنا أوه بغان قفكو كرتاب كسجود هيا إلا إيا بريه إساء إلا إيا دوكو ربا مغضب لبعت هذا سياد ببادن تهي إن قفكو مركو سجود شارك قابن أما سروال كيو هوس ودكسن وكسو جودة دبادينا ودبر كيسي أما دباديسي بأي موقاتو أرن تاسي أرن منكرا أو آم في علين وي إن دادك لوغا نسيحي ينا إيتاي
sababtoo ah waxyaabaha shuruuda salaada waxaa ka mid ahayd satrul cawra, cawrada in la asturo ayaa ka mid ahayd. cawradana halkani waa ka mid cawratu rajul waxaan sheegnay waxay ahayd maa bayna surati warukba, xundhurtan ilaa jilbaha inta u dhaxaysa ayaa cawro ah. halkan dabadiide waxay soo gelaysaa cawrada, haddiiba ay qaawan tahay oo markii aada sujuudid maraduba ay ka tegayso oo qofkii dabadaada ay u muuqato, de salaadaadii khatar bay ku jirtaa. in arrintaa looga naseexeeyo weeye. waxa kale oo iyana khalad ah oo inaynu baraarujina ay mudan tahay. dadka qaybtood salaada waxay la imanayaan masaajidka, mariyo wax ku sawiran yihiin ama qoraalo fara badan ku qoran yahay oo qofkii ku daba tukanaya mashquulinayaba, arrintaasina arrin wanaagsan maaha. nabigu sal slam waxaynu soo tilmaanay maro xarxardhanayd oo qurux badnayd in uu yidhi guriga iga kaxeeya, waayo salaadii ba iga mashquulisay. adigii inaad dadkii musalliinta la timaadid masaajidkii mariyo wax ku wada qoran yihiin, misijyo badan xambaarsan ama sawiro ku yaalaan oo dadki aad ku mashquulisid, sax ma aha. sax ma aha inuu qofku ka fikiro weeye wax kasta oo cibaadada uu la imanayo inaanay walaalihii wax yeelayn. waxaa laynaga nahiyey oo laynoo diiday toon iyo basal haddaynu soo cunno masaajidka inaynu nimaadno, sababtoo ah khushuucdii qofkii waxaana u soo uraya khushuucdii ayay kala dhantaalaysaa. wax kasta oo dadka musalliinta ah cibaadadoodii khalkhal gelin kara ama salaadoodii iyo khushuucdoodii dhaawici kara, in masaajidka lala yimaado maaha. in masaajidka lala yimaado ma aha. arrimaha in laga digtoonaado oo dadku ay aada isaga ilaaliyaan weeye. hay shaki. markuu suuradda dhammaynayo dadba kamaa sii daaya. sax. qofku allah u bar yidhaahdana allah u bar yidhaah, taas ma sax. imaamku horta xadiidka aynu soo tilmaanay nabigu sal slam wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyutama bihi, imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo. imaamku isaga oo aan rukuucdii aadin, adigu inaad rukuucdii isu sii diyaarisid oo rukuucdii yacni ficil aanu isagu samayn aad kaga sii horaysid, sax ma ah. sax ma ah. marka uu rukuucun baad la rukuuci kartaa. marka gacmo siidayntu dad badan way sameeyaan, wax wanaagsan ma aha. laakiin wax salaadii intay dhaawacdo la odhanayo salaadaadii ansax ma noqonayso, dee maaha. qofkii muu rukuucin, gacmihii buu sii daayay. laakiin wax wanaagsan maaha. waxaa wanaagsan mar kasta imaamka in lagu daydo. waxaa kaloo iyana aan sax ahayn imaamka in lala baratamo. dadka qaybtood baad arkaysaa imaamkii oo aan dhulkaba gaadhin wuu la socdaaba isaga oo marmar sujuudda kaga horeynaya. xadiid baa jira nabigu sallallahu calayhi wasallam uu leeyahay qofka imaamka ka horeynaya miyaanu ka baqayn madaxiisa in madax dameer laga dhigo. ilaan imaamka in laga dambeeyo lagu dayday ahay. inuu markuu sameeyo allahu akbar markuu yidhaahdo aada sugtid rukuucdiisa, aada sugtid sujuuddiisa, aada sugtid sookicitaankiisa, sida saxda ahi waa inaad ka dambaysid. laakiin inaad la socotid sax ma ah. inaad la socotid sax ma aha, ama aada ka horaysidba. in mar kasta laga dambeeyo laguna daydo ayaa sax ah oo waafaqsan salaadii nabiga sala allahu calayhi wasalam. mobilada waxyaabaha salaada dhibta ku haya ugu badan. sax. marka xarakaadka salaada qofka isagu salaad ku jira, si waxta mobile dhulkiya la dhacaya ama jeeb adag buu ku jiraa, baasweer baa ku xiran, inuu wuxuu rabaa qofkii uu dee aanu siiyo, marka xarakaad badan baa laga yaabaa inuu sameeyo si uu problemka u xalliyo. masalada xarakaadka ama dhaqdhaqaaqa salaada madaahibta waxaa aada ugu adag shaaficiyada oo tidhaahda saddex xarako ama saddex dhaqdhaqaaqo ziyaada hadduu sameeyo salaadii qofku khatar bay gelaysaa. sida saxda ahna waxa weeye dhaqdhaqaaq kasta oo daruura keento ama baahiyo keento waa la ogol yahay, bal waxaa la ogol yahay adiga oo salaada tukanaya ayaad waxaad aragtay ilmo yaroo dab ku sii dhacaya, intaad dhaqaaqdid inaad soo qabatid soo celisid oo aad salaadaad halkaa kasii wadatid baa la ogolyahay. dhaqdhaqaaq kasta oo baahiyo keento waa la ogol yahay. haddii laba arrimood baad isbarbar dhigaysaa, mobaylkii baa soo dhacay wuu qaylinayaa, inaad bakhtiisid oo dadka musalliinta ah ay salaada inteedii dambe si caadiya u tukadaan,
إيه إنا ترى جنوا صلاة دي بان إلى عشان يا موبايل كها قيلي يدك أردن خشوع دك تكتو لا بد أسبب بالرئيسة وحامر كأخف الضررين أو فدود إنا دغ دغاغديد موبايل كي بختيسيد هاو شادي مركا صلاة دي بقصون قد سبب تعذوك ما خشوع كرتيد موبايل كاجي وقيلنا يا ما خشوع كرتيد بعذكت ها إن لقسي تحضروا أمرك فرينت صلاة اللي قيلين إن بين آدم كو سيدة دبا عدة أو لكل ما يقوبت أو تشوغو أيو ولي إسوس ودياري هذه اللي دادا ما أنت مدحوين أدلك الميسا درونا كسان بات صحيحة نايسا موبيل كاقا واتسك صغير بختي نايسا وحكست أوك مشغولين كاركولان كا واتسك إلان نايسا بل تصور رب الجلالة إلهي سبحانه وتعالى إن أبو ريبي نور استاقينا وين الموبايل إسك بختينا إسك إلالنا وحكست أو بل صلاة أقوبة نحن مرن ياشين يتبان دقيقة قالتها إنت عير دقيقة ذها إن وقت إلهي سينا إنه عبادة سينا إنه وحكست أو إنه مشغولين كرا إنه ماشي كسارنا أي صحة وحكست أو إنه مشغولين كرا إنه ماشي كسارنا أي صحة هدي بس لكن أي دعوة بنادم كوب إلا وكرايا إنه بختيو أي كم مناسب سين إنه أدايو أو موبايل كقينيو way daqdaqa soo daqdaqa daruur iyo baahi keentay oo marka uu salaadii iyo cibaadadii dadkii inay ka khalqasho oo ka ilaalinay hada mid ay garab tukanayo jeep ku soo saaray oo ishor dhigay markii salaadina uu ku jiray markaas saxmataas daqdaqa aan daruuriga ahayn salaad uma wanaagsana salaad uma wanaagsana daqdaqa aan daruuriga ahayn wuxuu soo hoos galayaa daqdaqayada ee ay culimadu tilmaameen inay salaadii أما أي دعوة عيسو أشر كذي كلاذين مايو أما سلعة بيجي بنيسو صح سعد فرب بدن وقف قوس مايو آه ضروري أهين أتبدن بع إسكس مايا لكن وحاول أكسر رضاقة أنت اللي حددي كرو إن اللي حدد والله يرايو قف كنا أول إلهي سبحانه وتعالى أخشوع قلبي يسوع شيء عبادة قوس ماينا يو ردان صدو آيات كي يعني ذكر جو آخرنا يا ردان صدو سدا أو عبادة سقوته سدا سياسحة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.